قالوا أصل الريب أحيان يكون كافر، عليك بلا استثناء لا مهني في ريدي. وقالوا لي انت خديت زجوني في قيدي، يا ريت كان الريب إحساسه في يدي، وأنا كنت منه زمان فكيت تعبيدي. لكن مصير الناس في الآخرة تتلاقى، ويوم ذاك رب الكون يكشف لها أوراقا. لا مال ولا سلطان، لا جاه ولا عاقة. وأنا